أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا ومن تولاه. أما بعد، وقفنا في المرة القادمة عند بعض أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم وانتهينا من بعضها، ونستكمل اليوم إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين، قال الحسين بن علي رضي الله عنه: فسألته، أي سأل أباه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: فسألته عن سيرته في جلسائه، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائم البشر، يعني مع جلسائه منبسط الوجه، يعني هذا يشعر الجالس بالسرور ويعني بالطمأنينة، ويهيئ النفوس كمان للاستقبال، سهل الخلق، سهل الخلق يعني مش صعب، وليس عنده خشونة، ولا يصدر منه شيء يؤذي الآخرين. نعم، لين الجانب، لين الجانب يعني سريع العطف، كثير اللطف، جميل الصفح، عنده إيه؟ كرم نفسي. ليس بفظ، ليس بفظ يعني ليس سيء الخلق، ولا غليظ، ولا جاف، مع الطبع لين مش قاسي، ما عندوش قسوة الطبع ولا الغلظة ولا الشدة، ولا سخاب أو صخاب، نعم يعني ليس بصياح، ولا فحاش، يعني لا يتكلم بالفحش اللي هو رديء الكلام، ينتقي أحسن الألفاظ التي تدل على المعنى المراد، ممكن المعنى يبقى ليه 3-4 ألفاظ كان النبي صلى الله عليه وسلم يختار أحسنها. ولا عياب، يعني لا يعيب شيئا، حتى وإن كان معيب ما يعودش يعيب، ليس من حسن الخلق كثرة الإيه؟ يعني العيب. ولا مزاح، يعني ليس كثير المزاح، النبي صلى الله عليه وسلم المراد نفي المبالغة فيه، صلى الله عليه وسلم نفي المبالغة في الإيه؟ في المزاح، وإلا فكان صلى الله عليه وسلم أحيانا يمزح، وكان لا يمزح إلا حقا، ولا يجادل ولا يناقش. يتغافل عما لا يشتهي، ودي من صفات الرجال، من صفات الرجال إنه يتغافل عما لا يشتهي، اللي ما يعجبوش ما إيه يعني يعمل نفسه مش شايفه كده، لحكمة يعني، عشان ما لو كل حاجة الواحد يقف لها يعني مش الحياة ما تمشيش. ولا يؤس، ولا يؤيس أو يؤيس منه راجيه، ولا يخيب فيه، يعني اللي جاي عنده أمل أو رجاء في النبي صلى الله عليه وسلم أو طلب لا ييئسه، يعني يديله الأمل حتى لو ما فيش، يديله الرجاء. قد ترك نفسه من ثلاث: المراء وهو الجدال، والإكثار من أي شيء وما لا يعنيه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقتصر على القليل، حتى في الكلام يقتصر على القليل من المأكول، من الملبوس، من قلة في كل إيه يعني بقدر الضرورة من الأشياء، إنما يكثر بقى من ذكر الله، يكثر من إيه من الإقبال على الله سبحانه وتعالى، من النصيحة. يعني ترك نفسه من ثلاث: المراء والإكثار وما لا يعني. وترك الناس من ثلاث: كان لا يذم أحدا، يعني لا يذم أحدا بغير حق، ولا يعيره، نعم التعيير اللي هو إيه؟ التوبيخ، ولا يغتاب أحدا، صلى الله عليه وسلم في الأمور الخلقية، ولا يطلب عورته، يعني لا يتتبع ولا يتجسس عن أموره الباطنة التي يخفيها، كل دي اسمها عورات. ولا يتكلم إلا فيما يرجو ثوابه، إذا تكلم أطرق جلساؤه، يعني استمعوا إليه كأنما على رؤوسهم الطير، فإذا تكلم سكتوا، فإذا سكت تكلموا، في نظام مش يقطعوا بعض، ليس من أدب الحديث المقاطعة، واحد بيتكلم اسمعوا، أما يخلص يتكلم وهكذا. فكان هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، وحالهم معه صلى الله عليه وسلم. ولا يتنازعون عنده، يعني لا يختصمون ولا يتجادلون، لا يتنازعون عنده صلى الله عليه وسلم،
يضحك مما يضحكون منه، يتعجب مما يتعجبون منه، يصبر للغريب على الجفوة. يجي واحد غريب كده ما يعرفش قدر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يا محمد كده بصوت كده أجش أو بصوت عالي، فيصبر ويجيبه ويعني يجلس معه على الجفوة، في يصبر للغريب على الجفوة في منطقه ومسألته، حتى إن كان أصحابه لا يستجلبونهم في المنطق، يعني يعلموهم الأول، يستجلبونهم في المنطق أي الصحابة يجلبونهم عن مجلسه ويمنعونهم عن الجفاء وترك الأدب، يعني الأول يعلموهم كيف يجلسون مع النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول إذا رأيتم صاحب حاجة فأرفدوه، أرفدوه يعني أعينوه، ولا يقبل الثناء إلا من مكافئ، لا يقبل الثناء إلا من مكافئ، يعني إذا اصطنع فأثنى عليه على سبيل الشكر والجزاء قبله، وإذا ابتدأ بثنائه كرهه، يعني ما يقبل الثناء كده بدون مقابلة على عمل عمله صلى الله عليه وسلم. ولا يقطع على أحد حديثه حتى يجوز فيقطعه بنهي أو قيام، يعني أي حد يتكلم النبي عليه الصلاة والسلام يفضل منتظر لا يقاطعه حتى ينتهي أو يقوم. قال فسألته كيف كان سكوته، قال كان سكوته على أربع صلى الله عليه وسلم، إذا سكت ففي أربع أحوال: الحلم، إما بيحلم عن إنسان جاهل أو جهالة، والحذر، الحذر اللي هو الاحتراز عن مخوف، والتقدير اللي هو التدبير يدبر أمر، والتفكر اللي هو التأمل. فأما تقديره ففي تسوية النظر، تسويته النظر يعني تأمل الشيء بالعين، والاستماع بين الناس. وأما تذكره أو قال تفكره اللي هو تأمله يعني ففيما يبقى ويفنى. وجمع له صلى الله عليه وسلم الحلم والصبر، فكان لا يغضبه شيء ولا يستفزه، وجمع له الحذر صلى الله عليه وسلم، لا يستفزه يعني لا يستخفه، نعم، وجمع له الحذر في أربع: أخذه بالحسنى، والقيام لهم فيما جمع لهم الدنيا والآخرة. وقد روى هذا الحديث بطوله الترمذي في الشمائل عن حسن بن علي رضي الله عنهما قال سألت خالي فذكره، وفي حديثه عن أخيه الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. وقد رواه البيهقي في الدلائل عن الحاكم بإسناده عن الحسن قال سألت خالي هند بن أبي هالة فذكره، كما كذا ذكر الحافظ ابن كثير في البداية. قلت وساق إسناد هذا الحديث الحاكم في المستدرك، ثم قال فذكر الحديث بطوله، وأخرجه أيضا الروياني والطبراني وابن عساكر كما في كنز العمال، والبغوي كما في الإصابة، وفيما ذكر في الكنز في آخره. وجمع له الحذر في أربع: أخذه بالحسنى ليقتدى به، وترك القبيح ليتناهى عنه، واجتهاده الرأي فيما أصلح أمته، والقيام فيما جمع لهم الدنيا والآخرة، يعني خيري الدنيا والآخرة. وهكذا في المجمع عن الطبراني. الآثار في صفة الصحابة الكرام رضي الله عنهم. أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو شاء الله لقال أنتم فكنا كلنا، يعني أنتم خطاب لكل الأمة، أنتم خير أمة يبقى كل الأمة، ولكن قال كنتم، كنتم خاصة في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن صنع مثل صنيعهم، كانوا خير أمة أخرجت للناس. وعند ابن جرير عن قتادة رضي الله عنه قال ذكر لنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ هذه الآية كنتم خير أمة أخرجت للناس، ثم قال يا أيها الناس من سره أن يكون من تلكم الآية فليؤدي شرط الله منها، كذا في كنز العمال. وأخرج أبو نعيم في الحلية عن ابن مسعود رضي الله عنه قال إن الله نظر في قلوب العباد فاختار محمدا صلى الله عليه وسلم فبعثه برسالته وانتخبه بعلمه، ثم نظر في قلوب الناس بعده فاختار الله له أصحابا
فجعلهم أنصار دينه ووزراء نبيه صلى الله عليه وسلم، فما رآه المؤمنون حسنا فهو حسن. المؤمنون هنا المراد منهم إيه؟ الصحابة. وما رآه المؤمنون قبيحا فهو عند الله قبيح. يبقى الصحابة أبدا ما يجتمعون إلا على الإيه؟ الحسن. وأخرجه ابن عبد البر في الاستيعاب عن ابن مسعود رضي الله عنه بمعناه، ولم يذكر فما رآه المؤمنون إلى آخره. وأخرج أبو نعيم أيضا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: من كان مستنا، يعني من أراد أن يستن ويقتفي ويتبع، فليستن بمن قد مات. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا خير هذه الأمة، أبرها قلوبا، أي أطوعها وأحسنها قلوبا وأخلصها وأكثرها إيمانا، وأعمقها علما، يعني أكثرها غورا في العلم. العلم بتاع الصحابة كان مش علم أفقي، مش مسطح، ولكن علم رأسي. في فرق بين الشيء المسطح والشيء. الأمة دلوقتي عندها موسوعة، في ناس موسوعيين، والعلوم دلوقتي فيها يعني اتساع رهيب، ولكن هم كان عندهم عمق. فتلاقيه عنده ممكن صورة واحدة من القرآن، ولكن عنده عمق فيها، فبالعمق هذا يصل إلى ما لا يصل إليه صاحب الاتساع الأفقي. فهذا مقصود بأعماقها علما، فكان عندهم يعني غور في العلوم. وأقلها تكلفا وتصنعا ومراعاة للعادات والتقاليد، ومراعاة يعني لما عليه الناس، ببساطة يتعامل بسجيته. قوم اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونقل دينه، الله ده يتحملوا الدين، فلا بد يكونوا على أعلى مستوى من التحمل والصفات المرضية عند الله سبحانه وتعالى. فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم، يعني مناهجهم، فهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا على الهدى المستقيم والله رب الكعبة. أخرج أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أنتم، بيخاطب التابعين بيقول لهم، أنتم أكثر صياما وأكثر صلاة وأكثر اجتهادا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم كانوا خيرا منكم. قالوا: لما يا أبا عبد الرحمن؟ يعني إحنا أكثر في كل حاجة وهم أفضل. شوف ليه بقى، القلب هنا، أعمال القلوب تسبق أعمال الجوارح. قال: هم كانوا أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة. أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة، دي عمل قلبي، عمل قلبي، يعني ما فيش طلب دنيوي، ما عندوش رغبة فيها، وعنده رغبة في الآخرة، في موعودات الله، في ثواب الله، فيما عند الله، رغبة في الله وموعودات الله وفيما عند الله، ليجاور المولى سبحانه وتعالى ويجاور النبي صلى الله عليه وسلم والأخيار. أخرج أيضا عن أبي وائل قال: سمع عبد الله رجلا يقول، إن عبد الله بن مسعود سمع رجلا يقول: أين الزاهدون في الدنيا الراغبون في الآخرة؟ فقال عبد الله: أولئك أصحاب الجابية. الجابية دول قرية من أعمال دمشق من ناحية جولان في شمال حوران، إذا وقف الإنسان في الصنمين واستقبل الشمال ظهرت له، وتظهر من نوى أيضا، وكانت مركزا للجيوش الإسلامية في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، اسمها الجابية، وكان يأتي إليها إذا قدم الشام ويخطب بها، وهي الآن خربة، عندها تل كبير يسمونه تل الجابية كثير الحيات، ويقال لها جابية الجولان وعين ماء. وحادث الجابية هذا وقع أثناء فتوح بلاد الشام، وكان ابن مسعود رضي الله عنه في جملة من حضر المعارك في بلاد الشام. فبيقول اللي هم الزاهدون في الدنيا الراغبون في الآخرة: أولئك أصحاب الجابية، اشترط 500 من المسلمين ألا يرجعوا حتى يقتلوا، فحلقوا رؤوسهم استعدادا للإيه؟ يعني عشان ما يبقى الشعر طويل يشغله، استعدادا للحرب، نعم، واستعدادا للقاء الله تعالى. ولقوا العدو فقتلوا إلا مخبرا عنهم، قتلوا جميعا إلا مخبرا عنهم. كذا في حلية الأولياء، نكتفي بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله في المرة القادمة في أوصاف الصحابة الكرام رضي الله عنهم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.